بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بمناسبة الذكرى 64 ليوم الطالب الجزائري، إرساءات مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية النعامة وبالتنسيق مع إمام مسجد علي بن أبي طالب السيد جيتاج أن تعبر عن فرحتها بهذه المناسبة، وإليكم هذه المداخلة المتواضعة من طرف السيد الإمام. نريد أن نتكلم عن طلبة آثروا حرية الجزائر، هجروا مقاعد العلم والتعليم والدراسة ليدعموا صفوف الثورة في ميدان كفاح مسلح، رابع قوة في العالم آنذاك بدهائها وخيلها وخيلائها، لم تفلح في صد أصحاب الرأي السديد عن مشروعهم لتحقيق السيادة الوطنية. بعد 9 أشهر من اندلاع الثورة التحريرية يولد الاتحاد العام للطلبة الجزائريين في جويلية 1955، اتحاد بأهداف رئيسة من بين الأهداف الرئيسة لهذا الاتحاد ربط المثقف الجزائري بمصير شعبه المكافح الأبي المناضل. في شهر مارس 1956 شرع الاتحاد في نشاطه السياسي بعقد مؤتمره الثاني بمدينة باريس، ليتخذ المؤتمرون جملة من القرارات ويطالبوا باستقلال الجزائر غير المشروط وفتح باب المفاوضات مع جبهة التحرير الوطني. وكرد على الإجراءات التي باشرها المحتل على قيادات الاتحاد والطلبة الجزائريين، قرر طلبة العلم مواجهة فرنسا من خلال إضراب عام عن الدراسة بتاريخ 19 ماي 1956، هذا التاريخ الذي نحتفي به اليوم 19 ماي 1956، وتاريخ الإضراب العام الذي قرره الطلبة الجزائريون. حقق الأهداف المرجوة، أظهر استعداد الطالب الجزائري لدخول ميدان الكفاح المسلح، وبرهن على تضامنه مع معاناة شعب حامل لقضية عادلة، وبدأ بذلك التحاقهم بالجبال لتستفيد الثورة من كفاءاتهم وتخصصاتهم العلمية. وكان من بين هؤلاء الأفذاذ عبد السلام بالعيد، أحمد طالب إبراهيمي، عبد الحميد مهري وغيرهم كثير. انتصارات القضية الجزائرية تتحقق، فرنسا تدرك الخطر المحدق بها فتصدر قرارا بحل الاتحاد العام للطلبة الجزائريين في يناير 1958. يعتقل يومها الطالب الجزائري ويستنطق ويعذب، والثورة دونت له بطولاته ومواقفه، والتاريخ سجل الدور الفعال للجزائريين في المحافل الدولية. برهن الطلبة يومها بالكلمة وبالسلاح، فكان لهم ما أرادوا من انتصار الجزائر. كان من الشهداء طالب عبد الرحمن، عمار لونيس وغيرهم كثير، فرحم الله شهداءنا الأبرار، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.